عقد الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة مع المدرب الأذري تشافيت الحاصل على الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأخيرة. التفاصيل مع مراسلنا علي الحسني. بخطوة للارتقاء بلعبة الملاكمة العراقية وإعادة أمجادها ونتائجها الإيجابية، أقدم الاتحاد العراقي المركزي للملاكمة إلى التعاقد مع المدرب الأذربيجاني تشافيت الحاصل على الميدالية البرونزية في الأولمبياد الأخيرة. نبارك هاي الجهود وهاي الخطوة المباركة إن شاء الله، خطوة أولى إن شاء الله نقدمها لجمهورنا الرياضي اللي وعدناهم إن شاء الله قبل الانتخابات، وعدناهم وعود خير إن شاء الله، ونتفاعل بالأحسن وبالأفضل. وأنتم اليوم إن شاء الله شفتوا هذا المحفل وهذا المؤتمر اللي أنا أحس هذا أول مؤتمر بهيك صورة منظمة. تم التعاقد مع المدرب جافيت من المدربين الجيدين في أذربيجان، والحاصل على الميدالية البرونزية في أولمبياد، وكان يدرب فئة الناشئين والشباب في أذربيجان، والحاصل على ميدالات ملونة في بطولة أوروبا الدولية. المدرب الأذري أكد استعداده للعمل على مدار فترة العقد المبرم وإعداد برنامجا لمتابعة المواهب والملاكمين العراقيين في جميع المحافظات واختيار الأفضل والعمل على تطوير مهاراتهم في هذه اللعبة. أنا راح أكتب البرنامج مالت التدريب إن شاء الله، وراح تلاحظون إن شاء الله الأماكن العراقية راح تعبر هالمستوى بكثير إن شاء الله. راح أزور كل المحافظات العراقية وراح أوقف على اللاعبين. تعاقد أربع سنوات، تعاقد لمدة أربع سنوات، ولكن يعني كخطة اتحاد أنه نرى سنة واحدة للتجربة، إحنا حقيقة مؤمنين به، ولكن سنة لنرى عمله، بعدها راح نحدد أنه أربع سنوات أو ثلاث سنوات حسب الإنتاج اللي راح يعني يقدم عليه المدرب، وإن شاء الله نأمل خير لتحقيق نتائج إيجابية رافدة للمنتخبات الوطنية في قادم الأيام. بعد أسابيع قليلة من انتخاب اتحاد جديد للملاكمة، تأتي هذه الخطوة كبداية لنشاطات الاتحاد ومنهاجه الجديد للنهوض بالملاكمة العراقية وإعادتها إلى مصاف الدول المتقدمة في اللعبة. لقناة سامراء الفضائية علي الحسني.